اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي والنجم الكبير في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن محمد عبد الجليل. ازيك كابتن محمد؟ ازيك كابتن اسلام؟ شرف ومنور. لا انت بوجودك حبيبي وانت من الناس المحترمين. ربنا يخليك يا كابتن. في مجال الكوره بتقابل ناس كتيره، قليلين اللي انت تسميهم محترمين. ربنا يخليك يا كابتن، ده بس ده شرف لينا ان حضرتك تكون معانا. والله ربنا يخليك حبيبي كابتن اسلام. كابتن عبد الجليل، يعني خليني ابدا مع حضرتك الاول بالنهايه بما حدث في مصر المقاصه الاول، عشان احنا هنرجع لحاجات كتيره جدا خلال الفتره اللي فاتت. ولكن مصر المقاصه، وانا بشوف ان الكابتن محمد عبد الجليل دايما كان بيلعب على بيحب الكوره، كوره هجوميه، كوره شكلها حلو. يعني انا سمعت لك حديث وحضرتك بتتكلم، قلت ان انا يا جماعه اسهل حاجه في الدنيا ان انا ارص 11 واحد ورا، هي دي حقيقه، وما العبش كوره هجوميه واطلع متعادل او كسبان واحد بكره كده او كده. طب ما في الاخر انت خدت ثلاث نقط. يعني إيه هو رأيك؟ لا، هو كلامك منطقي او كلامك صح في مجال الكوره اليومين دول، يعني ان المدير الفني لازم يحافظ على اسمه، لازم يخاف على اسمه. بالظبط. رص اللعيبه، اطلع بقى كسبان واحد، خسران واحد، جبت جون ما جبتش، سهله. ولكن الصعب ان انت ترسخ في في في, في دماغ الاولاد اللي معاك او في اللعيبه ان انت عايز تلعب كره هجوميه، عايز تهاجم، عايز تجيب جوان. التجربه اللي انا مريت بيها اتغلبت بأعداد كتيره، ولكن انا شايف ان في الثمان ماتشات او سبع ماتشات جبت 9 اجوان، دي يعني بلعيبه ناشئين، لعيبه صف تاني. فكانت ان انا عندي الفلسفه دي، بس انا كنت محتاج وقت. ان انت خلاص انت عرفتهم ازاي انت هتلعب كوره وهتلعب وهتهاجم وي، وبعد كده بتشتغل انت. انا ما لحقتش، انت بتبقى ماتش وبعدها بيومين ماتش، ما كملتش شهرين. فانت خلاص كنت مأهل نفسك ان انت، وانت كنت برضو مسنود بحاجات ان ما يهمكش، ما تخافش. لو انا اعرف، انا اخر ماتش بتاع سموحه ده رصيت اللعيبه كلها ورا، تعادلت 1-1. ناس قالت ماتش، وانا ده اوحش ماتش عملته، اوحش. ما بص، ما جبتش 2 كورنر. مش راضي عن الطريقه دي، مش راضي عن. بس انت مش طريقه لعبك. لا، مش طريقه لعبي. يمكن انا اشتغلت من 12 سنه مع الفرقه دي، كانت لسه هويدي، ما كانش في مقصه، ما كانش في فلوس، ما كانش في حاجه. وخدت ثالث ممتاز به بعد بترول اسيوط صعد والجونه، وانا واسوان زي بعض 54 بوت. ما كانش فيه لعيبه من 12 سنه. من 12. انا بقالي دلوقتي 13 سنه في هويدي او في المقصه او في زي ما يطلع. منها واليها نعود. ابتدت بهويدي وخلصت بهويدي. خلصت بهويدي. انما بجد يا كابتن اسلام، 13 سنه تعب وخبرات ووفاء واخلاص، وفعلا النادي الاهلي فخور ان هو ربى واحد اسمه محمد عبد الجليل. وانا فخور بنفسي ان انا خدمت النادي ده في المقاصه في الفيوم. شعب الفيوم جميل قوي يا اسلام، قوي قوي. بص انا عشت 13 سنه قاعد هناك، يعني ممكن قعدت فيها اكتر ما قعدت في مصر. فالشعب ده ما يستاهلش ان النادي يحصل له كده، او يحصل له الوقعه اللي الهزه تقع دي. الهزه هزه جامده. وانا بعتذر لشعب الفيوم على الهوا بجد. انا مش يعني زي رياض الاعصاب بيقول لك ما تديش دماغك لحد ابدا. فعلا انا ما اخر فتره دي ما كنتش بلعب دماغي خالص. ولكن انا ما اجيش اقول شماعات، لا، انا اللي اتحمل المسؤوليه. انا اللي رضيت بكده. وفي الاول وفي الاخر يا كابتن اسلام، النادي الاهلي علمني حاجه، مهما حصل اوعى تطلع تجرح في حد. انا دخلت بيتك يا حاج احمد هويدي، ودخلت بيتك يا وليد هويدي، وكلت مع بعض عيش. استحاله مهما حصل، في حاجات تتقال، في حاجات ما تتقالش، لازم تتدفن معاك. لان طبعنا تربيه النادي الاهلي، ما ينفعش اطلع اجرح في حد، ما ينفعش اقول انا اتغدر بيا. انا زعلان من جوايا يا اسلام، زعلان، وزعلان من وليد قوي قوي. ما استاهلش اللي بعد الحاجات اللي انا ضحيتها 12 سنه من اول ما ابتدينا. يعني انا جالي تليفونات بني سويف من 12 سنه، هو بعد اول سنه ما اشتغلش. ما رضيتش اروح. اللي هو محمد كلمني ووليد كلمني، وقعدت في النادي مدرب عام. وفضلت كده. وبعدين انزل قطاع ناشئين. حاضر. نزلنا عملنا قطاع ناشئين، منهم الاولاد دلوقتي، ومنهم 9 مليون جنيه بيع لعيبه من الناشئين. السنه دي 9 مليون. 9 مليون جنيه. عبد الله، مجدي، 3، احمد ياسين، السنه اعاره بمليون،
واتباع بثلاثة، ادي سبعة. وزياد بيقول لك احتمال يتباع، زياد اشرف ده مواليد 99، 3 مليون، ادي 10 مليون في 5 سنين. زائد بسم الله ما شاء الله حوالي 8 لعيبة بيلعبوا فريق قوي، بيلعبوا دلوقتي وليهم اسامي دلوقتي وهيتباعوا بمبالغ كويسة. فالحاجات دي انا ضحيت بيها. وبعدين في حاجة أخيرة، يمكن ما حدش بيقول للنادي الأهلي لأ أو يرفضه. أنا من 6 شهور كنت لسه في قطاع الناشئين، كلمني الكابتن خالد بيبو يشكر، وكان عارض عليا إن أنا أشتغل مساعد للراجل التشيكي اللي موجود في البرا مع بورتش. وقلت له يا خالد لو الكلام ده من سنة والدنيا واقفة على حيلها أنا كان ممكن أعتذر وأمشي، بس النادي بيقع، مفيش حد، وانا ما كنتش عارف ان انا همسك فريق اول ولا كان في دماغي ولا كنت لسه ناشئين في قطاع الناشئين، بس كانت الدنيا منهاره. وبقى لنا مثلا 6 شهور ما بنقبضش، وكملنا 6 شهور تاني ما بنقبضش، وانا عارف ان مفيش فلوس ومفيش قط. بس قلت له يا كابتن خالد ما النادي الاهلي ما علمناش ان انا اسيبه ونط من المركب وامشي. انا مش بشتغل مع النادي ده عشان فلوس او حاجه، والكلام ده كله عارفينه وفي النادي عرفوه هناك في هويدي، وخالد بيبو موجود طبعا، وانا بشكره ان هو، وانا مش برفض والله عشان حاجه، هو كاب صالح سليم علمنا كده. الناس اللي انا شفت صورها بره دول هم السبب في الكلام ده، هم اللي علمونا يعني ايه ما تغدرش، يعني ازاي في وفاء. الكلام ده مش موجود دلوقتي، مش موجود يا كابتن. ولكن انا لا، انا اسمي محمد عبد الجليل، نجم النادي الاهلي، ولعبت في الزمالك واتشرف ان انا لعبت في الزمالك وعلى راسي. وتربيه النادي الاهلي والكيان اللي احنا فيه ده مش شعارات، لا. وبدليل الافعال اللي انا عملتها. حاجتين ممكن اكون عملت حاجات كتيره في حياتي. حاجات ولكن في حاجتين ما عملتهمش. الغدر ونظافه الايد. الحاجتين دول يا كابتن اسلام الحمد لله احنا اتربينا. هو ده المفروض، انت ما بتفتخرش بحاجه هو المفروض تعملها. ده الطبيعي، ده الطبيعي ان انت تبقى عندك وفاء للناس اللي كانت معاهم شمال ونظافه الايد. ده الطبيعي. بس الواحد بيفتخر بالكلام ده في الوقت ده لان مش موجود. بكلمك بامانه وانا راجل صريح. ومبادئ النادي الاهلي او تعليمك في النادي الاهلي هو اللي وصلك لكده. دي حقيقه. دي حقيقه من الكابتن صالح، قال لك اوعى تهين رموز حد، اوعى لما تمشي من حته تجرح فيها. انا فاكر الكلام بتاع الله يرحمه الكابتن انور سلامه لما مراني وانا عندي 18 سنه و17 وابتدى يطلعنا الفريق الاول. علمنا يعني ايه نظافه الايد. علمنا يعني ايه تقول رايك بصراحه. لها رموز كبيره جدا طبعا. انت عاشرت في النادي الاهلي ناس اتعلمت منهم بجد. ومش شعارات ولا كلام، ومفيش حد بيضحك على ربنا 13 سنه في الفيوم 13 سنه وقبل كده 12 سنه فيها 13 سنه في النادي الاهلي. محدش بيضحك على ربنا طبعا. يعني هتتفقس هتتفقس طبعا. عمرك ما كنت بتتلون. صح غلط. ده اللي انا اتعلمته هنا. انا ما اديت وفاء لشعب الفيوم. اسست نادي الناس كلها بتتباهى بيه، مصر المقاصه. اسست قطاع ناشئين كانوا بيحكوا بيه بجد. دلوقتي شايف ان الجو مش مناسب. مش مناسب؟ لا خالص. عبد الجليل مش عارف يشتغل في الجو ده. قطاع الناشئين ابتدى يتعمل استثماري، فتحوا الباب للقيله والقال، ناس محترمه وناس نظيفه على فكره. انا بشكر كل مدربين الفيوم اللي اشتغلوا معايا دول. ناس نظيفه قوي يا كابتن، مستحملين بقى لهم سنه ما بياخدوش وعمرهم ما اتكلموا. عمرك شفت حد طلع جرح او قال حاجه؟ لا الحقيقه لا. الناس دي حاجه محترمه. بس انا شايف يا كابتن ان انا اديت دوري. 13 سنه على اكمل وجه. ان معلش انا بقولها، يتغدر بيك بالطريقه دي؟ لا. لا. انت عايز بغدر يعني او بخيانه؟ طبعا. لما انت كل ماتش يتقال لك ما يهمكش ده ماتش ودي، لما يقعدوا معاك قبلها باسبوع وعايز المعسكر فين؟ اسكندريه ولا اسماعيليه؟ يا اسلام انا شنطتي متحضره لغايه دلوقتي. ده الموسم الجديد يعني. الموسم الجديد. وللاسف انت بتتبلغ قبلها بيوم او يومين، ومين اللي بيبلغك؟ المساعد اللي كان معاك. مع الاحترام لي اسلام عادل محترم وابن النادي تربيه النادي الاهلي على راسي، بس انت بتتعامل مع مين؟ محمد عبد الجليل. اللي من 12 سنه كنت بتبص له كده اللي هو لا. محمد عبد الجليل شالك 12 13 سنه، زي ما انت حاج احمد هويدي ويا وليد كلمتني ان انا اجي امسك الفريق الاول
واسند الدنيا وهي واقعه، على الاقل من الاحترام والطبق ان وانت بتمشيني معلش يا كابتن عبد الجليل. دي بالفلوس كلها يعني. دي سنه، ده شغل، ده شغل بالظبط. ما يبلغك المساعد اللي معاك، لا تقيله يا اسلام. تقيله قوي. و المكالمه اللي يقول لي يشكرك فيها دي تساوي شهور كتيره ممكن تطلعها لي. انا ليا 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 فلوس كتير. ما يطلعوا بس وطلعوا لك جزء بسيط قوي بس. أيوه. انت ليك 10 شهور. برضو انا مش بتكلم في الماديات، انا اللي خلاني استحمل 12 شهر بدون ولا مليم في الفيوم. لا استحمل، بس كلمه شكر انا محتاجها. كلمه واحد خدمك انا ما انساش. يمكن زوجتي واولادي ما يعرفوش المجال. ما يعرفوش ان شنطه المدرب بتبقى متحضره في اي لحظه. هم ما يعرفوش. انا زعلت شويه بس خدت سنه الحياه خلاص. هم بكائها وبكاء ولادي ده انا ما انساهوش، مش هسيبه او مش هنساه. فما ينفعش تقول لي تعالى امسك قطاع ناشئين تاني او امسك لجنه فنيه. لجنه فنيه وانت جبت لعيبه؟ طب انا اللجنه الفنيه دي هتعمل هتجيب ايه؟ هتجيب لب وسدانه يا كابتن اسلام؟ ما هي الا مسميات، اسماء وسميتموها، وانا كفايه كفايه تضحك عليا. انا اسمي محمد عبد الجليل، نادي الاهلي، منتخب مصر. انا استحملتك كتير وضحكت عليا كتير ووقفت جنبي كتير وانا وقفت جنبك كتير، ولكن ما ينفعش في الاخر تيجي تعمل كده. اتمنى الحقيقه ان برضو لو من الممكن ان هو يكون معانا الكابتن وليد هويدي برضو، تبقى على الهوا كده برضو نعرف. لانه نعم يا ريت. علشان برضو مهم جدا وله حق طبعا في ان هو يرد على اي حاجه بتتقال، لانه في الاخر الكابتن محمد عبد الجليل واضح ان هو متاثر. بس انا ما جرحتش فيه. لا لا ما انا فاهم. بس هو عشان يمكن الموضوع ينتهي على الهوا. شوف كل حاجه تخلص على الهوا. ما هي خلصانه يا كابتن والله. طب الحمد لله. انا بس عايز اقول له على الهوا ما تسلمش دقنك لوكيل لعيبه. شعب الفيوم ما يستاهلش منك كده. الفرقه دي بتلعب باسم الفيوم. ايوه. ما ينفعش في يوم وليله تخلي وكيل لعيبه يدخل لك 15 لعيب ببلاش عشان، ويقول لك هجيب مدير فني عشان هو يلعبهم. هو عارف ومتاكد ان انا مش هلاعب حد من مش انا عايزه. هم عارفين دي ومتاكدين. انت بتحب تختار اي مدير فني الحقيقه بيحب يختار. المدير الفني المحترم اختار لعيبتك والعب بيها. انا صبرت 8 ماتشات على الوعد، العب بناشئين لغايه لما تكون الفريق. لغايه تكون فريق. طلعت ناشئين كتيره على عيني وراسي، وانا قبلت بكده. لعيبه 10 لعيبه توقفوا ما لعبوش، لعيبه كبيره، لعيبه اسامي، لو انا اتمسكت ان العب بيهم كنت لعبت الاسم. بس انا لغايه اخر لحظه خليت عندي وفاء. خليت عندي اني اسمع كلام النادي، سياسه النادي. وفي حاجات كتيره ما ينفعش اقولها. ما ينفعش طبعا. لا لا لا، مش طباعنا ولا اخلاقنا، ولكن انا من جوايا حزين. واضح يا كابتن الحقيقه ان انت متضايق جدا. في ناس بلغوني قبلها ب 10 ايام قدم استقالتك. هيمشوك. قلت لهم استحاله. استحاله بعد اللي انا بعمله وبعد الاستحمال وبعد ضياع اسمي في التدريب. انا لسه بقول يا رب وعمال اتغلب 5 ما دي مش سهله. طبعا. انت بتضيع اسمك بس. انت واخد واحد انت طب يا اخي اعمل لي فتره اعداد واديني 3-4 لعيبه، 5-6 لعيبه وشويه الناشئين طلعهم، واديني 4-5 ماتشات نشوف الدنيا هتمشي. نشوف الدنيا. انا قلت له واحنا قاعدين، اصل وليد صاحبي، وليد حبيبي قوي، فقلت له انا هكمل معاك بس انا اديني 5 ماتشات 4 ماتشات. انا لو ما فقتش هقدم استقالتي وامشي عشان ارفعه عنك الحق. كل الكلام ده اتغير عشان واحد وكيل لعيبه. وللاسف يا كابتن اسلام هو ده اللي مبوظ الكوره في مصر. شويه الوكلاء دول ما كانش على ايامنا في الكلام ده. هم اللي مدورين الانديه. الا الانديه الكبيره. الاهلي، زمالك، الناس دي ما بتدخلش وكلاء. ما بتدخلش. ما وكيل لعيبه يدخل لك. ما هو مجرب التجربه دي في اسوان وقعها درجه ثانيه. طب يا وليد اسال اسوان. اسال التليفونات، اسال الناس دي التجربه دي حصل فيها ايه؟ شعب الفيوم مش ما يستاهلش منك كده ان انت تسلم دقنك لواحد وكيل لعيبه عشان يلاعب لعيبته ويجيب مدير فني مع الاحترام ليه وربنا يكرمه عشان يلعب لك الناس دي. لا لا، ما تغدرش بمحمد عبد الجليل اللي خدمك 12 سنه. ما تغدرش بيه.
عموما يعني كلام مهم جدا، ولكن برضه بما اننا على الهواء مباشره، كابتن وليد طبعا له حق الرد في كل ما قيل في اي وقت. الاستاذ احمد عويس لو سمحت حاول تكلم الكابتن وليد، ولو عايز يعمل معانا مداخله احنا ما عندناش اي مشكله في كل ما قيل من الكابتن محمد عبد الجليل، عشان لو عايز يتكلم في اي امر يمكن الامور تتسوى واحنا على الهواء. كابتن عبد الجليل برضه خليني انظر ل نروح لحته ثانيه، نروح لكره القدم في مصر. كره القدم في مصر حضرتك شايفها ازاي؟ قعدت 3 4 ماتشات فشفت حاجات كتيره جدا داخل الدوري المصري. جدا دوري صعب قوي يا كابتن. ودوري معلش يا جماعه بعد اذنكم، احنا كلمنا طبعا الاستاذ وليد هويدي وهو رفض ان هو يكون معانا على الهواء. اتفضل. مع الاحترام ليه كله. لا طبعا انا اصل ده لازم اقوله، ده كلام لازم اقوله علشان تبقى الناس عارفه وكل جمهور النادي الاهلي، لو حد حضرتك بتتكلم طبعا ولك مطلق الحريه في الكلام وما جرحتش في حد ولا لا 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 ولكن لا ما ينفعش اجرح، برضه من حقه ان هو يرد عشان يبقى له حق الرد يعني. ماشي. فخلينا نروح لكره القدم المصريه احسن. اولا شايف مستقبل كره القدم المصريه في تعيين كارلوس كيروش مديرا فنيا، وهو بدا الحقيقه بدايه انا شخصيا بعتبرها جيده. ليه؟ لانه على الاقل عمل معسكر، هيجيب اللعيبه يشوفهم بعينيه، تقريبا نفس اللعيبه اللي كان بيختارهم الكابتن حسام عشان يشوف كل حاجه تحت عينيه. باستثناء طبعا 2-3 يعني. هو كمان النهم بتاعه انه عايز يشتغل واجتماعات على طول مع الجهاز اللي معاه، وانا بحيي الاداره اللي جابت الكابتن ضياء السيد، مدرب من المدربين العاقلين الهاديين اللي بيعرفوا ازاي يتعاملوا مع المدربين الاجانب، ودي حاجه محترمه. فالراجل ده بيتفرج على كل ماتش، بيجيب الماتشات، بيخلي محمد شوقي يجهز له، بيقطع له ماتشات كتيره، بيخلي كابتن ضياء ملم بكل حاجه. وانا عجبني كمان التواصل بينه وبين وائل جمعه في حته الاداريات الصغيره، التاتشات الصغيره. هو الراجل الظاهر اشتغل في الخليج وعارف ان نمره واحد الالتزام والانضباط. طبعا هو عارف، هو بره الحاجات دي على طول دايركت واضحه. اللعيب عارف ايه، عارف الخليج هو ان حته الانضباط ودي هو متك عليها قوي، حاسس ان دي اللي هي بتنجح. وفعلا هنا في مصر او في الوطن العربي الالتزام والانضباط اولى خطوات النجاح. دي قبل المهاره وقبل الفنيات وقبل التكتيك، ملتزم ومنضبط تكسر الدنيا. فالراجل هو عنده ميزه دي، زائد ان عجبني ان هو اختار 2-3 من اللي هم الناس اللي خدوا السوبر، مثلا زي مهند، زي احمد سمير. عجبني مدي امل لكل لعيبه منتخب. دايما بنشوفه كابتن عبد الجليل مع كل المدربين اللي بيجوا المره الاولى، يعني بياخد له 2-3 شويه كده وبعد كده شكرا. ارجو ان ما يسمعش اصل ده مش دولي، اصل ده ملوش مش عارف ايه، اصل ايه، اصل هو اداء في الملعب، اداء في الملعب. نفسي ان هو الراجل اللعيبه دي كويسه، احمد سمير ومهند هاشم دي كويسين، وفي لعيبه في انديه ثانيه كويسه ان شاء الله تتاخد. البدايه هي بس عنصر الوقت. ايوه اختيار موفق للراجل ده، راجل مدرب وشكله كده بتاع كوره يا كابتن اسلام. يعني شكله كده السي في بتاعه قوي جدا الحقيقه. وشكله بيحب الكوره وبيحب لعيبه الكوره، ما هو مش كله فعلا ضرب ضرب ضرب، ما هو لازم العب كوره. عارف ان احنا الشعب المصري زي البرازيل بنحب الكوره، شكل الكوره الحلوه بنحبها يعني. الكوره ما تيجي لرجل في محمد صلاح يا سلام، تيجي تريزيجيه بنقول يلا مش عارف ايه. يعني زمان لما كان الجيل بتاعك يا كابتن تيجي لك الكوره، تيجي لابو تريكه البركات مش عارف ايه، عارف بيفرح. فاهم؟ لما تيجي الوليد سليمان دلوقتي ماكس لويس ده لعيب كوره والله. عجبك لويس ميكيسوري؟ عجبك. عنده حته المهاره دي والفوت ورك بتاعه حلو قوي. احمد عبد القادر قماشه جديده تحفه. لا هو حسين الشحات ولا هو قفشه، الاثنين على بعض كده يخش جوه، مختلف عن اللي موجود. مختلف. مفيش ميس باص عملها، اتفرجت عليه كذا مره. انا متابعه من سموحه، بس سموحه كان نجم وبتترمي له بيروح يعدي ويجيب جون. مع النادي الاهلي لا، انت مش لسه ولكن هو اتصرف في الكور كلها، لان انا تابعتهم اول ما حد يلعب جديد بتحب تتفرج عليه. ما عملش ميس باص يا كابتن الشوط الاول خالص. وكل كوره راح لواحد صح، وفي هدوء، ما فيش ضربه. عارف يا كابتن في لعيبه كده تجي لها الكوره يقعد يعمل كده كهرب. لا هو بيلعب في النادي الاهلي. هو هادي وشكله لعيب كوره كده. ميكسومي كده برضه، انت فاهمني؟
فالاثنين دولت ان شاء الله باذن الله هيخش ناس تاني في منتخب مصر، لعيبه كتير يعني. الفتره اللي جايه الدوري العام حلو يا اسلام، حلو قوي. ناقصه جمهور بس يا كابتن. ياه ناقصه جمهور. انا لعبت النادي الاهلي، لو في جمهور في الملعب يعلى النادي الاهلي كسحني. كانوا فايقين قبل نهاية افريقيا، وكان بص تقعد تبص تلاقي ده ماتش اللي قالوا اللي قالوا بيسيب وبيتنايل على بص يا كابتن اسلام اسمع الكلام من هنا وخرجه من هنا. طب الراجل اللي قال لك بيسيب، طب انا سبت المقاولين برضو، طب بيراميدز سبت له برضو. دي سياسه نادي، وكانت لازم الاعب ناشئين ولاعب ولاعب ولاعب، فانت مالكش دعوه، بص في ورقتك زي ما بيقولوا. بص انت مالك، انت ذاكر انت. دوري حلو. انا ما كنت بعيد وقطاع ناشئين، كنت بنتقد موسيماني كتير. لما وقفت قدامه على الخط وشفت طريقه اللعب وشفت تحركاته، لا عنده ده مدرب. طيب بما اننا هنتكلم عن جزء اخر، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن بيتسو موسيماني وراي كابتن محمد عبد الجليل في المدير الفني للنادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عبد الجليل، يعني كنت بتكلمني عن ان كان هناك، او حضرتك كنت قبل كده بتتكلم عن بيتسو موسيماني، او هناك بعض الانتقادات اللي بتوجهها لبيتسو موسيماني. ايه الفرق دلوقتي؟ بعد مباراه المقصه يعني. بعد اللي انا اللي على البر عوام زي ما بيقولوا. كله بيعرف يعوم بره، يا منزل البحر ما تعرفش تقوم هتغرق. فانا نزلت البحر، لا شفت المدرب واقف، شفت تغييرات، شفت تحركات لعيبه في الملعب. مهما كانت اللعيبه كابتن فنيا عاليه قوي، بس برضو في سنس، انت جيلك كان اعظم الاجيال اللي جت النادي الاهلي. كان ليكوا تحركات معينه كانت بتجبر اي حد مع مانيو جوزيه يجيب ورا مهما كان. صح. فانا الراجل الشوط الثاني بالذات اجبرني ان انا مش عارف اقفل المفاتيح هنا وهنا، ما بين علي معلول، ما بين حسين شحات، ما بين قفشه، ما بين ما بين ما بين وانا كنت قايل للعيبه السيناريو ده كله بالظبط، بس التحركات السريعه دي. فانا قلت لا، الراجل ده لا مدرب كوره مش ممكن بيتلام اليومين دول لان الظروف، ما هو خساره عادي طبيعي جدا اي مدير فني بيخسر. تكسب بطولات كلها. ما هو النادي الاهلي لو خد البطولات كلها على مدار، يبقى في حاجه غلط. انما ما هو بعد 8 سنين لما تقع منه بطوله، ما هو ده الطبيعي يا كابتن. انت ما انت بتلعب فرق برضه بتصرف وعندها لعيبه وعندها اسامي وعندها نجوم، فالطبيعي ان ياخد منك بطوله. طلائع الجيش منظومه محترمه، منظومه برضه طبعا بتكافح بقالها فتره طبعا، ودي ظروف ماتش. لعيبتك مجهده. كابتن انا اتسالت امبارح على مجدي قفشه، هو وحش؟ قلت له اوعى حد يقول وحش. مش بعد التاريخ اللي عمله ده والجوان بتاعه تقولوا عليه وحش، قولوا مجهد. قولوا على حسين الشحات مجهد. اللعيبه اللي بتلعب تحديدا مع المنتخب، المنتخب وبيرجعوا ما خدوش راحه، كابتن. وضغط الفلنه الحمراء احنا مجربينها مختلف يا كابتن. انت نازل مفيش حاجه اسمها تعادل. انت ممكن في المقصه اما تتعادل ماشي، ليه نتعدي؟ لا هتعدي، تبقى تخسر ماتش ما. انما في النادي الاهلي بالذات ان مفيش حاجه اسمها تعادل. ده انت متعود على كده في الناشئين. يعني ايه تتعادل؟ يعني ايه تبقى تاني؟ فكل ماتش ضغط ضغط ضغط. انت بتاخد البطوله وتاني يوم في ماتش يقول لك اقفل الصفحه، صفحه اللي تتقفل يعني لسه صباح فرح. فده قدر لعيبه النادي الاهلي. فاللعيبه مجهده بتروح من المنتخب وبترجع. احنا كنا مثلا ارجع مع النادي ابص الاقي سمير عدلي بيكلمني بكره في دار الدفاع مش عارف ايه عشان رايحين كوريا. يا كابتن عدلي كوريا ده انا لسه جاي من افريقيا. تك تك تك، بس حاجه كويسه. ولكن دلوقتي اللعيبه برضو مش متاسسه صح يعني. معلش من الاساس، من الناشئين، من الناشئين. ليه؟ في حاجة مهمة قوي يا كابتن. أيوة. في الناشئين في النادي الأهلي بالذات اللي متأسس بيتأسس صح. أنا زي ما بقول لك يعني، بص أيمن أشرف الله أكبر عليه ومتأسس في النادي الأهلي. مستواه زي ما هو الحمد لله، واقف على حيله. ويوي حسين الشحات برضو من في الناشئين، معرفش كان في شرقية الدخان مش عارف إيه، أحمال التدريبية والضغط أمور مختلفة، الضغط مختلف طبعا. بص يا كابتن مختلفة، اللي ما اتمرنش في ناشئين الأهلي وما شافش ناشئين الاهلي وما شافش الاحمال بتاعه التمرين وما شافش يعني ايه كل سنه ما ينفعش تبقى تاني،
الحاجات دي كلها بتعمل ضغط برضه. بتعمل ضغط جدا يا كابتن لو مش متعود عليها. بتعمل ضغط وانت ناشئ فبتعلمك لما تكبر. بتعلمك لما تكبر. انا تقدر انا طلعت كان على في نص الملعب كابتن مجدي عبد الغني وعلى يميني علاء ميوبو وكابتن طاهر وكابتن علاء وانت ده في وسطيهم في رهبه بس مش قوي يعني عادي. يعني انا في لعيبه من اللعيبه عريف جدا بس تجيله الكره يروح مرجعها لك تاني اقول له كابتن انت 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 في الدايره وفي التقسيمات دي مكسر الدنيا في الماتش ولا يجي تديني الكره وبتخلص منها يقول لي يا ابن اللذينه ده انا بقى. الجمهور لو ضيعت الكره بيقعد يشتمني انا ضيعوها انتوا. شفت بيعمل حساب للجمهور في كوره مش ماتش ولا فمش معنى ان خسر الاهلي بطوله يبقى الدنيا قامت وقعت. مش معنى ان موسيماني خسر ماتش ولا تعادل ماتش يبقى النادي ده موسيماني ده وحش. لا انا اقول لك في حاجات كنت بنتقده فيها وفي حاجات بقول له برافو فيها. بقول له لا انت مدرب كويس مدرب محترم. سامي قمصان مدرب شايل الليله معاه وانا عارف انا في المطبخ عارف يا كابتن سامي قمصان من الكوادر المحترمه. ايوه وانا كنت شايف الصور اللي انت جبتها قبل ما اخش كابتن خطيب كابتن زكريا كابتن حسام الغالي كابتن خالد بيبو تواصل اجيال كوادر. لا وكوادر تواصل اجيال في كوادر تحفه ومن وراهم كابتن حسن ودي دي بقى حلوه دي لماح انت برضو جبت الكابتن واحنا ماشيين كده بس حلوه لا حلوه ده النادي الاهلي يا كابتن. النادي الاهلي يعني ايه الوفاء؟ يعني ايه الاخلاص؟ مفيش غدر. ايوه لا مفيش غدر ممكن يستحملك مره واثنين وثلاثه ويشيلك. ايوه هو ده كيان النادي الاهلي. ما تاخد اعظم نادي في الكون ليه؟ اعظم نادي في افريقيا ليه؟ نادي القرن ليه؟ بالكره بس؟ لا بالاخلاق بالمبادئ بالقيم مربي الكوادر بتاعتك. الاهلي يفخر ان محمد عبد الجليل ده اسس فرقه زي مصر المقص مع اخواته اللي كانوا معاه مع احمد المنشاوي ده كان مدير القطاع الناشئين بتوعه. بقول للوليد ويدي رجعه ما ينفعش ما ينفعش الناس المخلصه اللي اشتغلت في نادي مصر المقصه او في هويدي لازم تستعين بيها تاني. ما ينفعش سيبك مني انا خلاص شكرا ولكن في ناس عندك بيشتغلوا بامانه انا عارفهم انا 12 سنه كابتن اسلام فالحاجات دي كلها احنا اتعلمناها منين؟ من النادي الاهلي. فالنادي الاهلي يفخر بالكوادر بتاعته دي يفخر بالكابتن مختار ما مش اي حد كابتن يفخر بعلي ماهر بكشري مش عارف ايه اسامي مش اي حد يشتغل 13 سنه بره النادي الاهلي وينجح يا كابتن صح واللي ما يقولش ان انا ناجح اخذ عينه الاثنين. بكلمك بجد قطاع ناشئين قبل كده فرقه المقاصه دي شالنا ورنا اللي يقول ايهاب جلال على عيني وراسي وكده بس ايهاب جلال سنه خد مركز ثاني بتاع بس خد ثاني يعني ما انت معاك اساس. معاك اساس اللي يقول لك مش عارف مين لا انت في الاساس بتاعك ايه؟ انت لو ما وقفتش جنب النادي ده ما كانش طلع الطلعه دي. ايوه كانت هد من زمان. فانا بقول لك انا راجل فخور بنفسي ان كيان زي الكيان ده 12 سنه بتتكلم عليه ما بين فريق اول والناشئين. انت واخد ثلاث مرات مركز ثاني جمهوريه. في سنه مسينا كابتن اسلام انت واخد مركز ثاني في قطاع في مرحلتين. والله 97 و2000 ما حصلتش مركز ثاني. انا اول ما مسكت قطاع الناشئين بكلم الكابتن امام محمدين ما انت ما نزلت حاجه تحت مش فاهمها فاخدت منه خبرات يعني اعمل ايه واسوي ايه وازاي فالسنه دي خدت مركز ثاني 97 ومركز ثاني قال خدت منه يعني هو خد اول 97 وانا خدت ثاني في ال 2000 الاهلي خد اول وانا خدت ثاني وانبي ثاني فجيت ثاني سنه بقول له انا عندي قال والله بقول لك ايه ثاني انت قال لي ده انت واخد ثاني جمهوريه ايوه فالحاجات دي كلها انا فخور بيها فخور باللعيبه دلوقتي اللي اتباعت فخور باللعيبه اللي طلعت وده النجاح مش النجاح ان انت تلعب ماتش وتكسب ولا تخسر ده مش نجاح نجاح الاستمراريه تطلع لعيبه ناشئين فلا النادي الاهلي علمنا كتير يا كابتن مش بقول الكلام ده وانا بقوله في اي حته حتى لما رحت الزمالك هم عارفين ان انا اهلاوي يعني دايما كان اشرف قاسم اسماعيل يقول انت اهلاوي كابتن احمد رفعت الله يرحمه يعني. كان ياسر ابني لسه صغير فواخده راح العشاء كده في المعسكر ولابسه ايس كاب احمر قال لي شفت انت اهلاوي هو لا ما طبعا القلب اللي في القلب في القلب يعني لا لكن معروف لكن يا كابتن دايما النادي الاهلي وخصوصا في القطاع الناشئين بما انك فتحت قطاع الناشئين اعتقد ان الفتره دي في طفره كبيره جدا في قطاع الناشئين بتحصل بقالها سنتين ثلاثه يعني
دي حقيقة يا كابتن. أنا قعدت ست سنين بما إنك قريب يعني من القطاع. كنت باجي ألاعب النادي الأهلي، مش هقول أسامي، ألاقي رئيس القطاع قاعد في التكييف فوق. وأنا قاعد في الملعب في الحر في الشمس، مرة جالي ضربة شمس عشان قاعد في الشمس. لا، في بيبو خالد، لا تابع كل حاجة. المدربين اللي ماسكين الفرقة يا كابتن على خلق وأكفاء. يعني أنا مثلا هديك مثل بعمرو أنور. طبعا كابتن عمرو 99 طبعا، وال 97 قبل كده ما كانوش بياخدوا مراكز كويسة. بأمانة. جه عادل عبد الرحمن مسكهم مرة خد بيهم، وبعدين عمرو أنور. حتى عمرو 99 السنتين اللي فاتوا الفرقة دي ما كانتش بتاخد مركز يا كابتن. كل ده فعلا أنا شايف إن خالد بيبو لا عامل طفرة كويسة. والراجل الاجنبي دوت برضو، لان انا في البراعم او الحاجات دي لا شايف تطور كبير في اداء اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. ايوه مش كان جمال السيد كويس وتامر حفني كويس، الراجل ده برضو عنده اضافات. والميزه بقى في الاداره ان مدينه فرصه سنه واثنين وثلاثه اشتغل، وده مطلوب في الناشئين تحديدا يا كابتن اعتقد. بص انا قلت لك انا نجاحي في قطاع الناشئين عندي بعد ست استمراريه سنين. بعد ست سنين استمراريه ابتدينا نحصد لعيبه بتتباع ولعيبه طالعه، هو ده. انما مش تمسكني سنه وتقول لي شكرا، ويجي واحد تاني يعمل شغل تاني وتقول لي شكرا، ويجي واحد تاني. لا، هي الاستمراريه في قطاع الناشئين دي ميزه. وانا شايف ان الاهلي في ال 99 دي فيها لعيبه كتير هتطلع في الاول وطلع اعارات. فرقه كويسه. كلها اعارات في حتت كتير. مظبوط. وقبل كده كان معايا فارس طارق، ده من الناشئين الاهلي، وكان معانا اعاره حاجه محترمه. شوف الانديه كلها بقى. شوف انت بقى احمد عبد القادر، وشوف ما ده حصل في عمار حمدي واحمد عبد القادر ومحمد شريف دي الميزه يا كابتن. دي الميزه واكرم توفيق. دي الميزه. زمان يا كابتن كان الاهلي عيني ما كانش في حاجه اسمها اعاره والكلام ده. كان يتعب الاهلي ويفرغ للانديه. تلاقي الانديه دي كسرت الدنيا بلعيبه النادي الاهلي. دي على شفتها في جيلي انا، سبع ثمان لعيبه لعبوا في فريق اول، عصام ربيع واحمد حموده واحمد رزق وعملوا فرقه كبيره جدا وكسروا الدنيا، اللي راح الاسماعيلي وراح الزمالك وراح طالعين من ناشئين الاهلي. الميزه بقى في الاعراض دي ان روح اتلمع وتعالى لي. هي اسمها استثمار رياضي واستثمار فني في نفس الوقت. كل حاجه. ودي حاجه فني في الملعب يعني. فني وماديات. ومادي. واللي انت ربيته 12 سنه في النادي ما ضيعتوش. تقدر تستفيد منه. تقدر تستفيد منه. ودي ميزه. لان انت في الاول كنت مجبر، لكن دلوقتي خلاص تقدر تودي بقى هنا وهنا وهنا. وهنا. وعندك قاعده كبيره تقدر تختار منها. عشان كده انا بقول لك النادي اللي بيمشي بدماغ ادارته وبدماغ فكره هو وبيفضل ناجح، نادي كبير طبعا. انما انا ادي دماغي لحد تاني يدورها لي ملهاش لازمه. ملهاش لازمه، خساره. فانا شايف نجاح النادي الاهلي ده مش بالساهل. انت بتتكلم في قطاع ناشئين وفريق اول. حاجه محترمه. مين اكتر لعيبه عاجبينك في النادي الاهلي؟ قفشه. شريف. حذرت لعيبتي قوي من شريف، بس شريف فيرو مش تقليد الكابتن. بيتحرك كده ويلدع ويتحرك كده ويلدع. وحذرت اللعيبه وقلت لهم خدوا بالكم بيتحرك كذا وبيتحرك كذا، ومهما تقول لا لعيب امكانياته حلوه. عجبني بدر بنون قوي، هدوءه بدر. امتداد للكابتن حسن حمدي. امتداد لهاني رمزي. مع الكابتن حشيش بقى والناس الخطيره اللي لعبوا دي في المكان ده زي يا خرابي على ماهر همام، ده اعظم مساك جابته مصر. ماهر همام ده مساك مش ليبرو. اصل بدر بنون ده انا بحس ليبرو، عارف انت الليبرو بتاع زمان اللي بيلف يغطي وكده، كابتن مصطفى يونس وكابتن ابراهيم يوسف وهاني رمزي واشرف قاسم والناس اللي هي البرنسات دي. فبدر منهم. عجبني ايمن اشرف. لاجون شفت. شفت مودي يقول لك زقني. محمد شريف. مودي يقول لك زقني. دي خالص ما فيهاش حاجه خالص. هو ما طلعتش من الارض مودي. اللي بص هو عارف ان انا هزعق له فيجري ورا الحكم مودي. بس مؤدبين طيبين قوي. على فكره الماتش ده فيه جون للاهلي ما اتحسبش، بس هي كوره. يعني بص هو هنا بص نط ازاي شريف، ما فيهاش حاجه خالص. لا 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 لا. ولا الهوا لا. انما انا عاجبني علي معلول يا كابتن. وعلي. انا اتسالت علي ولا جلبرتو.
قلت علي. لا ما انا بعتقد ان المقارنات دي صعبه جدا يا كابتن، في فرق كبير ما بين علي وما بين جيلبرتو، وكل واحد انت عاصرت جيلبرتو. ايه لا جيلبرتو لعيب جامد جدا. لا جامد جيلبرتو لعيب جامد جدا، بيلعب في مكانين، بيعمل اوفرات جامده جدا زي علي بالظبط، بس انا اعتقد ان المقارنات دي صعبه. المقارنات انا ما بحبش اقارن الحقيقه حد بحد، لانه جيلبرتو ليه محبينه وليه دراويشه، وعلي معلول ليه محبينه وليه دراويشه. ليه طريقته في اللعب مختلفه تماما عن علي خالص، يعني علي بيروح في اتجاهه، يمكن علي افضل من جيلبرتو دفاعيا شويه. اكتر من وجهه نظري يعني. اصل انا بحس ان كان جيلبرتو لعيب كوره قوي. وجيلبرتو لعيب كوره جامد يعني، بيتعدى منه مثلا بسهوله. اللي ما كانش يتعدى منه بسهوله عماره، وعماره طبعا كابتن ربيع سين. كابتن ربيع، لا كابتن ربيع ده قصه في حته ثانيه. حته ثانيه يعني. اصل عماره لما قلناش عماره مش وعماره برضو طبعا لعيب جامد جدا. مش هنخلص منه. عماره لعيب جامد جدا. لا انا بحبه كمان على المستوى الشخصي. لا لا والله يرحمه عبد الوهاب، في كذا باك ليفت كده جم النادي الاهلي ما يتعوضوش. سيد معوض برضو. لا سيد برضو قصه ثانيه. لا يعني سيد كبير. بص الاوفر ده يا كابتن اهو، انا ده علي معلول. بص الاوفر ده اتعمل ازاي في الوقت، امتى؟ لما مباراه الانتاج الحربي. انا عارف في اخر ده اخر. بص ده اوفر، ده اوفر في الدقيقه كام؟ هو قال لك والتر، قلت لهم لا لا ده علي معلول. لا لا ده اوفر. انت شايف الجول راح فين يا كابتن؟ ما انا بقول لحضرتك طلع على الاوتوستراد ورجع على صلاح سالم في نفس الوقت. لا علي ده اوفر عالمي. الاوفر ده يا كابتن يعني صعب يتعمل يعني، وفي الوقت ده ويطمع الجون ويطمع مش عارف ايه بالظبط، مش فاهم هو رايح فين. فلا علي ليه الخصائص بتاعته اللي ما حدش يعرف يعملها. ولا جيلبرتو. وجيلبرتو ليه الخصائص بتاعته اللي ما حدش يعرف يعملها برضه. فانا علي. بالنسبه لي ما بعرفش اقارن الحقيقه ما بين، ما تقوليش مثلا مقارنه ما بين بركات وابو تريكه مثلا يعني. لا لا ابو تريكه ومش عارف. لا انا ما بحبش كده اساسا، ان كل واحد لوقته. لا والوقت كابتن عبد الجليل في وقته، بعديك وليد صلاح في وقته، دي حقيقة. بعديك ابو تريكه في وقته، وبركات في وقته، قفشه، حسام غالي في وقته، قفشه في وقته. كل واحد ليه وقته، وكل حقيقة. واحد ليه الخصائص بتاعته. وانت ما انت كنت تخش في 3 4 تعدي بينهم وانت واقف بالظبط كده، الكوره بتبقى لازقه في رجليك. دي حقيقه، دي حاجه. ابو تريكه لا كانت لازم يرقص من بعيد ويعمل، والخارجي عنده شغال على طول بالظبط. بركات سرعه وذكاء وقصه ثانيه. صح. قفشه قصه ثالثه. حسام غالي قصه رابعه، ستايل ثاني. انا مره قابلت حسام غالي. قلت له لو سمحت انزل بدماغك للعيبه شويه. والله يا كابتن انت عاصرته، شفته بيعمل في الكوره يعني. انت تبقى واقف جنبه بتعمل، انا ببقى قاعد في التلفزيون عارف ان هيعملها كده، فانا بروح بنظري كده. اللي جنبه لا بيفضل يبص له كده. فقلت له حسام عشان خاطري انزل بدماغك للعيبه. زي مره قلتها لبيكلي، عندي بيكلي وصلاح عاشور. قلت لهم لا 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 لا، الشغل اللي انتوا بتعملوه في التمرين ده كده وكده، ويجي لك تعملها كده، العيال مش فاهماكم. فقلت له ترجم له عنه. فقلت له انزل بدماغك للعيبه شوف. الولد ضحك. قلت له لا صحيح، انت بتعمل حاجات اللي جنبك مش متوقعها. انا كمدرب عملت الحاجات دي. عارفها. اللي جنبك كورته مش قد كده. مش فاهمها. فانت بتعمل له كده ان هو يتحرك ويفضل واقف باصص لك. فحسام غالي كان كده، وقلت كان لعيب كبير. ففي مجموعه وجهه نظر ان المجموعات، المقارنات ما بين المجموعات صعب. المختلفه صعبه جدا. انتوا جيلكم كان حاجه وليه خصائص بتاعته كل الجيل. ودايما بيبقى في واحد هو الحريف، وهو هو ده موجود عندك في عبد الجليل، بعد كده في وليد، بعد صح. كده في فلان، في فلان. فلا كل واحد وليه وقته. لكن احنا دلوقتي كمان الكره بقت اصعب، خلي بالك، وبتعتمد على اللياقه البدنيه اكتر كتير من زمان. وجهه نظر يعني. كابتن انا بشوف الماتشات ال 22 في حته قد كده. 22 لعيب في مربع قد كده. صح. انت لو مش مهاري قوي ومش محضر، كان الكابتن جوهري الله يرحمه يقول لك النهارده الجيم رقبه. رقبه؟ هي يا كابتن رقبه ايه؟ رقبه العصفوره ولا رقبه؟ بيقول لك يعني ايه رقبه؟ هو بالمصطلح بتاع اليومين دولت في البلاين اريا، المنطقه العاميه. المنطقه العاميه. انت دلوقتي الكوره جايه لك بتبقى محضر، رقبتك دي شغاله قبل ما تجي لك الكوره. مين فاضي ده؟ مين فاضي هنا؟ هنا بتبقى محضر اختيارين ثلاثه، فهو دايما يقول لك كده. في الوقت ده انت لو مش محضر على طول لعب سريع، هتتقطع منك كوره كتير، ميس باص كتير، هيبوظوا لك لعبك. الفرق القليله اللي ما بتعرفش تلعب بتتقفش في الحاجات دي،
اللي ما بيضغط عليها فرقه تقيله او حتى في مستوى اوروبا مش في مستوى هنا بس بيبان. اللعيب المهاري بيبان في الحتت الصغيره دي. فلا الكره بقت اصعب 22 لعيب في منطقه صغيره. منطقه صغيره دي صعب. عشان كده كل التمارين بتاعه الايام دي سمول جيم عشان المواقف بتاعه الماتش دي. عموما هنكمل كلامنا مع كابتن محمد عبد الجليل، ولكن خلينا نطلع فاصل اخير وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عبد الجليل، اتفرجت على ماتشات كتير اكيد في الدوري العام المصري، من وجهه نظرك تختار مين افضل لاعب السنه دي في الدوري، السنه اللي فاتت يعني اللي هي مكمله معانا السنين وبقالها سنتين لا هو في كذا لعيب. قول لي ثلاث اسماء. عارف اسم واحد صعب. يعني انا عاجبني في الاهلي مثلا محمد شريف. اوكي. هداف الدوري ولعيب سوبر ويعرف يجيب جون ويعرف يخلص ماتشات كتيره. عاجبني بن شرقي في الزمالك. لعيب كوره. لعيب كوره. الشناوي يا كابتن في يعني ما اعرفش ليه دايما اللي ما بتاخدش حقها. ولا بياخدوا حقهم ولا ما بياخدوش لا ما بياخدوش حقهم. بس هو قدر الشناوي خلاص ان هو زي الحضري كده وبتاع، كان بيشيل فرقه. فانت لما تيجي تقول لعيب بتقول لعيبه من اللي بتلعب. لان الشناوي في حته ثانيه. ما تقارنوش مع حد من بتوع اليومين دول، بكلمك بجد والله. لا الشناوي ما تقولش ده كويس ولا وحش. الله اكبر عليه يعني، ربنا يحرسه. فالشناوي من الناس اللي هي عجبنا. احمد سمير قوي برضه في طلائع الجيش. لعيب كويس. عامل موسم كويس قوي قوي. الولد برضه عندهم كده لعيب اسمه عمرو السيسي، لعيب كوره كويس. عمرو في وسط الملعب. لعيب كويس قوي يا كابتن اسلام. لا هو كابتن بسيوني بصراحه عامل شغل كويس جدا. مجتهد قوي يا كابتن. مجتهد. مهند. انت قلت مهند. مهند لشيء. عجبني فرقه البنك الاهلي. البنك الاهلي أوكي. كانت بتلعب كوره حلوه هي وسيراميكا. الفرقتين دول بيلعبوا كوره كابتن تحفه. واللي زعلت عليهم قوي قوي قوي، وانا ماليش دعوه بالرئيس النادي بتاعهم، وادي دجله. وادي دجله والله يا كابتن، انا بالماتش بتاعهم 1-1 وضيعنا ضربه جزاء في الاخر. انا دخلت لهم بعد الماتش لعبد الباقي جمال المدير الفني، ودخلت للعيبه بيلعبوا كوره يا كابتن اسلام محترمه. والله والله يا كابتن خساره الفرقه دي تهبط. وانا قلت لهم والله، دخلت لهم قلت لهم انتوا مش هتهبطوا وانتوا لعيبه كبار قوي وكوره حلوه. كنت واقف على في الخط مستمتع، بيتحركوا بدليل ان دلوقتي مثلا البنك الاهلي خالد جلال شاطر خد احلى ثلاثه فيهم، احمد سعيد، محمد هلال، الولد احمد عاطف اللي قدام. لا ده احسن لعيب فيهم. ده مستقبل منتخب مصر. مش والله لعيب كويس. لعيب تحفه كابتن. احمد عاطف الفيرود ده 2003. صغير او 2002 حتى. ايه راي حضرتك ايضا في صفقات الاتحاد السكندري مثلا السنه دي؟ لا ما ركزتش. الضربه اللي خدتها على دماغي مش مركز خالص ولا مش شايف مين راح فين ولا غير من الاولاد اللي انا مرنتهم، يعني مثلا صلاح عاشور، اسامه العزب، مش عارف شبيطة. صلاح بطل تهيألي. لا راح شارع الدخان ده لعيب كويس. راح فريق لعيب كويس قوي لو اتمرن كويس. لانه سنه بس لعيب كوره يمتعك. اسامه العزب ده راجل، لعيب راجل برضه راح شارع الدخان. في كذا الاتحاد جاب مين بقى ومين يا كابتن؟ الاتحاد جاب مجموعه لاعبين جيدين الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت. خد بالك ان حسام حسن بيعرف يجيب لعيبه. كابتن حسام حسام عينه كويس، بيعرف يجيب لعيبه وبيعرف يجيب اللعيبه اللي هي جعانه كوره. ممكن ما يبقاش معروفين قوي بس يكونوا لعبوا سنتين ثلاثه دوري ممتاز. تجربه الدوري الممتاز يا كابتن لازم عشان تلعب فرقه في الدوري الممتاز لازم يكون خد ماتشين ثلاثه، قصدي سنتين ثلاثه. لازم يا كابتن، ما ينفعش اجيب 10 لعيبه من ممتاز به واقول تجربه. تجربه ايه؟ لازم يكونوا لعبوا دوري ممتاز، لازم يكونوا احتكوا. اوكي. عليهم ضغوطات كتيره. فحسام بيعرف يجيب النوعيه دي، ممكن ما يبقوش معروفين اسامي انما لعبوا. في محمد عبد السلام من الزمالك بيلعب في المساك، بيلعب في الاتحاد دلوقتي. في الاتحاد دلوقتي. يعني جايبين مجموعه اعاره يعني. بص الاتحاد دايما بيجيب الاعارات اللعيبه الكويسه. واخرها كان عمار واخرها وسعيد سمبوري جاي اعتقد جايبينه من المصري والله. لعيب كويس ده برضه. ايه رايك باللي بيحصل في الاسماعيلي يا كابتن؟ برضه ده نتاج الوكلاء.
برضو من سنتين ثلاثة. ده انتاج وكلاء داخل دوارة النادي. ولكن جمهور الاسماعيلية وقف له. ما ده جمهور كبير. ده تاريخ. فوقف للوكلاء دي. الدنيا اتغيرت وجابوا لعيبة ما مش عارف ايه وقعدت تقع 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 لغاية لما اولاد النادي فاقوا. عماد سليمان وعلي ابو جريشة مع الاحترام للالقاب يعني الحق 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 جابوا ايهاب جلال سند الدنيا. يا رب يا رب يبعد عنهم اخواننا كابتن طلعت موجود ده محترم ده محترم ده هيعرف لا بيدخل وكيل ولا بيدخل وكيله هو الله وبيعرف اسلام عنده لعيب كويس بشوفه واقول كذا عمرك سمعت عنه حاجه كابتن طلعت طاطا لا 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 خالص محترم ما هي دي الانديه اللي بتجيب واحد محترم مش بتاع الكلام ده فده اللي بيقوم النادي انما الشغل اللي بيتضر بقاله فتره لا لا ما ده ما يوقع انديه فالاسماعيلي مع وجود متخيل الاسماعيلي السنه اللي جايه ممكن يعمل حاجه كويسه ان شاء الله ولا من وجهه نظرك يعني انا بقول جمهور الاسماعيلي يصبر عليهم سنتين معلش ليه اللعيبه اللي موجوده الهزه اللي حصلت لهم معرفش مين مشي جابوا مين هيبقى في هزه ثانيه ولكن اوقفوا في ظهرهم شويه الاسماعيلي مش هياخد رابع او يعني انما هيبقى ان شاء الله عامل شغل كويس انما سنتين الاسماعيلي ده ممكن ينافس بتاريخه باسمه ويسيبه الكابتن طلعت تشتغل الصفقات اللي جابها النادي الاهلي الجديده ايه رايك فيها او اتنين هم الله اكبر يمكن احمد لسه قادر ابننا يمكن احمد قادر ابننا ولدنا وعارفين انما ماكسيم لويس ميكيسوني انا مش بعرف اقول اسمه فبقول لويس هو اسمه لويس ميكيسوني لويس ميكيسوني ميكي ميكي هو ميكي. لا لعيب قرد وهينفعنا يعني جامد لا قرد يعني حريف وبتاع عشان ما تروحش لا 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 عشان فلازم لازم هو مجال الكوره عندنا لا قرد يعني حاجه لا سوري مش صح صح لا لا لعيب يعني كبير كويس جدا جدا يعني هو محدش عارف يمسكه فده انطباع كويس ان حتى اللعيب اسمه ايه اللي هو لوي تاني برستاو برستاو ده بيقولوا عليه موضوع تاني بقى حسام حسن بما انك شفته ايه رايك في هذه الصفقه حسام يفك وشه شويه مكشر يعني ايه باينه مركز لا ده زعل زعل من ايه هو مش عارف ان هو جاي النادي الاهلي هو هداف الدوري واي حته بيروحها ده الفيرود بتاعها يا حس يا حبيب قلبي ده النادي الاهلي فانت الفرصه هتجيلك انت هداف الدوري بس جاب جون ما اتحسبش جون بس جاب جون حلو قوي يعني كده وراح يدل على ان هو فيرود كويس يعني. هو يمتنشن قوي هو يا زعلان او هي ده الاسطمبه بتاعته بس انا بقول له ان الفرصه هتجيلك وهتكسر زعلان هو توزن هو ما بيلعبش لا طبعا اعتقد يعني اعتقد هو ممكن يكون مشدود شويه ان هو بيلعب في النادي الاهلي ممكن انا سبب والضغوط اللي عليه لعيب كوره فبشوف وش اللعيب طبعا إيه. طبعا يعني انا قلت لك على احمد عبد القادر مش هايب الموقف لعيب ذكي وكبير خلي بالك احمد عشان زي ما حضرتك قلت قطاع ناشئين وطالع ابننا فاهم يعني ايه عارف النادي الاهلي حسام لو لعيب سوبر هداف بيعرف يجيب جون من وده لو خد بس انت حس جاي برضه انت في هداف الدوري موجود شريف بالظبط بالظبط فانت ما المنافسه مطلوبه دائما منافسه حلوه كابتن جدا ويا ريت موسيماني يلاعب حسام ويشوف مكان لشريف برضه يعني انا جنب من الجناب مثلا انا شايف انه ناحيه الشمال شريف سريع قوي يا كابتن لو اشتغل على جنب من الجناب دي وانا معتقد ان الراجل ممكن دي مش اوفسايد يا كابتن لا مش اوفسايد صح لا ما كل الناس قالت مش اوفسايد مش اوفسايد معانا كابتن الحكم المباراه بس هو اللي قال ان هي اوفسايد لكن هي مش اوفسايد طبعا لا طبعا لا بس هو ما تظلمش الحكم لان ده اللي رفع هو ابو الرجال ايوه لا هي اوفسايد من الاول من الاول جت رجل جت في رجل اللاعب اللي سموحه لاعب انا اسف ام بي ورجعت ل لازم الفار يا كابتن نعم لازم الفار ما هو برضه ده حاجة غريبة جدا ان اشمعنى الكاس ما بيتلعبش فيه الفار يعني ما لا يستخدم في الكاس ليه ما تفهمش لا بالعكس يعني انا شايف زي ما انت قلت الكرة دي لو امبي اتعادل ممكن يخطف منك الماتش ممكن يطير ليلة دي كورة دي كورة بالظبط لكن هي في النهاية سموحة طب انت عارف البيلم بتاع سموحة ده لو الماتش ده طرفه الاهلي او الزمالك كانت الدنيا قامت ما عادتش طبعا ما فيش حاجة خالص طبعا بس انا اعذر امين عمر لانه
الايمان لازم يديها له يجي يندهله باينه قوي دي باينه للايمان انما ممكن ما اعرفش امين كان بعيد شويه انا بقول بس باينه قوي لناحيه الايمان حتى انطباع الولد رجب نبيل لما بتاع فهو بيقوم عادي عادي مش عادي مش اه لا بيدي بيلي حتى من ذهوله ما اعترضش قال له انت ذهل فيها دي اخيرا يا كابتن السنه الجايه شايفها ازاي في ناحيه الدوري العام احنا هنجرب الاقتراح الثالث احنا الدوري الطويل ده هنزلني في الاكتوبر الجاي يعني اكتوبر سنة اكتوبر اكتوبر ملاش حل لا ملاش سنة. حل فهيبقى ضغط على اللعيبه وضغط على الناس وضغط على الانديه ومصاريف الثالث اللي هو دور اللي واحد هو دور واحد وتاخد اول 8 واخر 10 ينافسوا على وتلعب ونجربها لان احنا جربنا المجموعتين كان دمها بايخ انما التجربه الثالثه دي نشوفها خلي بالك في دوريات بتلعب يعني سويسرا وبلجيكا بنفس النظام بنفس النظام بنفس النظام والله يا بص يا كابتن لان انت كده كده لو لعبت 17 ماتش وبعد كده خدوا اول 8 ما انت كده هتلعب تاني معاهم واخر 10 هتلعب برضو حوالي 9 ماتشات ايه هتقلل 10 ماتشات هتقلل 10 عن الدوري 34 اسبوع لو الدوري عادي اللي هو الدورين هيبقى 34 اسبوع لا كتير وبعدين زي ما بيقولوا هي سنه ساخنه عايزين ننهي بقى الاستثنائيه دي والله ننهيها بقى فاحنا نجربها دي ونخلص الدوري في 5 أو 6 وهوب ونبدا بقى دوري نبدا بقى في 8 زي زمان فاكر انت وفتره اعداد شهر ولا شهرين فاكر وناخد اجازه شهر كمان يروح يصيف يروح يصيف فاكر صح مفيش الكلام ده بيحصل دلوقتي لا 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 خلاص يا كابتن انا خلصت الماتش قال لك بكره في السفر مش عارف اسكندريه يا جماعه امتى الماتش قال لك بعد بكره شرفت ونورت يا كابتن عبد الجليل واتمنى لك كل التوفيق للفترة الفتره اللي جايه انت خليتني اخرج ورا نفسي كده وضحكت وانا كنت زعلان قوي لا يا كابتن ما تزعلش كله بيعدي مفيش حاجه لا بيعدي مفيش حاجه ما بتعديش حبيبي يا كابتن انت شكرا يا كابتن على وجودك وشرفتنا ونورتنا الحمد لله يا كابتن شكرا شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن محمد عبد الجليل ان شاء الله بكره ميعادنا في تمام الساعه 10 وحلقه جديده من البيت الكبير اشوفكم على خير ان شاء الله